هنشوف كيف نستخدم Visual Studio Code لتنفيذ برامج بتاعة جافا. لازم قبل ما تستخدم Visual Studio Code تكون نزلت جافا عندك في الجهاز، عملنا الكلام ده في درس سابق. بعدها بنفتح Visual Studio Code، بنمشي لحاجة اسمها Extensions. Extensions هي بشوف الجافا Extension اللي بخليني او يخلي الفيجوال ستوديو كود يشتغل مع الجافا. في اكستنشن اللي اسمه جافا اكستنشن باك، لو انت عملت كليك على اكستنشن هنا عملت سيرش لجافا حتلقى يظهر معك هنا، تعمل عليه وكليك هنا انستول، تكون متصل بالنت تعمل انستوليشن. الان تم تثبيت. ايضا المفروض اذا انت ما عندك يكون عندك رانر عشان تعمل ديبج اند ران لبرامج جافا، فتكتب ران في الاكستنشن تجيك ال ران. ده واحد من السي بلس بلس رانر. انا عايز في الكود رانر، الكود رانر اللي هو ده بيستخدم مع السي والسي بلس بلس والجافا وبرامج تانية، فأنا منزله لأنه استخدمته في السي بلس بلس فما أحتاج أعمل انستول. أنت لو ما نازل عندك تظهر عليك زر انستول هنا، كليك على انستول بنزل عندك. إذا بيكون عندك تو اكستنشنز اللي هو الجافا اكستنشن والرن أو الكود رانر اكستنشن. بعدها تنشي مشروع جديد بتاع جافا. نجي هنا مشروع الجافا هو باختصار أنت بتعمل فولدر في فيجوال ستوديو كود، لو قدرت تعمل اي بروجكت سواء كان سي بلس بلس او جافا وغيره تعمل فولدر. الفولدر ده بيكون شنو؟ بيكون فيه ملفات البروجكت. فهنا بعمل اوبن فولدر وبنشي في الفايل سيستم فولدر عادي، بعمل كرييت لفولدر اسميه مثلا جافا بي ار جي جافا بروجكت 01 مثلا، بعمل كرييت. فده فولدر تم انشاؤه في السيستم، بعمل اوكي. الان الفولدر هذا بيظهر عندي هنا، هذا جواه بنشي الملفات حقاتي اللي هو بعمل كليك على الزر ده نيو فايل واسمي الفايل باكستنشن دوت جافا مثلا اسميه سلام دوت جافا، ده الملف حقي. هذا وهنا فاضي ممكن اعمل بيست للكود حقي. عندي كود برنامج صغير بتاع جافا. اهم نقطة في برامج جافا انه public class، اسم الكلاس هنا سلام لازم يكون نفس اسم الملف دوت جافا، يكونوا متطابقات حتى لو كان الحروف كابيتال وسمول يكونوا زي بعض. جوا البرنامج ده عندي دالة واحدة المين فيها رسالة، فيها امر واحد بيطبع كلمة سلام، ممكن اخليه سلام from VS code، يطبع الرسالة دي. بعد ما عملت كده بعمل كنترول S عشان اعمل سيف للملف حق ده، او من فايل بعمل سيف. وبعد ما عملت كده بعمل زر على الرن ده هنا، اشتغل معايا البرنامج بيعمل كومبايليشن، وهذه النتيجة بتاعته طلعت هنا سلام from Visual Studio Code. كده كيف اعمل او استخدم الفيجوال ستوديو كود لكتابة برامج بتاعة جافا.